الله أكبر، قصف 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 قصف، الله أكبر. قصف طيران الميج على تل النبي منه. الدبابات معنا معنا أما في محافظة حمص فقد بسطت القوات المسلحة السورية الأمن والاستقرار في قرية تل النبي مندو ومحيطها، كما قطعت دابر الإرهاب هناك. نحن الآن في ريف القصير وبالتحديد في منطقة التل النبي مندو، هذا التل التي كانت المجموعات الإرهابية المسلحة تتمركز به وتقوم بعمليات إطلاق النار على القرى المحيطة وتقوم بترويع الأهالي. لهذا التل يعني أهميته الخاصة به هو يطل على جميع على كافة المنطقة، وأيضا يعني سهولة القنص وعمليات القنص لاستهداف المواطنين الأبرياء من هذا التل كانت سهلة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. الآن تم صعود وتطهير هذا التل على أيادي أبطال الجيش العربي السوري، وسوف نقوم معكم بالصوت والصورة من أعلى التل. نحن الآن في أعلى نقطة في تل النبي مندو الذي تم تطهيره على أيادي أبطال الجيش العربي السوري. كما تلاحظون هذا التل يطل على عدة قرى، منها بحيرة يعني حتى بحيرة قطينة وعدة قرى أخرى حتى يعني قرية زيتا. أيضا له عقدة طرق تربط بين المناطق بأكملها كان يتم استهدافها عن طريق القناصين من هذه النقطة. نحن الآن في آخر نقطة في تل النبي مندو الذي تم تطهيره على أيادي أبطال الجيش العربي السوري. كما تلاحظون في هذا التل
هو معروف بأنه منطقة أثرية بامتياز، كانت المجموعات الإرهابية المسلحة تستخدمه لعمليات إطلاق النار، كانت تضع المتاريس وعمليات الإطلاق عن على البيوت الأثرية وأيضا على كما تلاحظون على المسجد، هناك متراس كان موضوع كانت المجموعات الإرهابية المسلحة تتمركز فيه على المسجد بالإضافة إلى البيوت الأثرية كما تلاحظون، كانت أيضا تتمركز بها وتقوم بعمليات إطلاق النار وعمليات ترويع المواطنين من هذا التل. قطعه أبطال الجيش العربي السوري على تطهير هذه المنطقة بالكامل، الآن تتم ملاحقة فلول الإرهاب إلى آخر نقطة سوف يصلون إليها للقضاء عليهم. كانت معكم كندا الخضر لأخبار سما من ريف القصير منطقة تل نبي مندو.